مساء النور اخواتي، معكم من جديد ام رزان. اخواتي نتمنى تكونوا في احسن حال وتكونوا على خير وبخير. شكرا لكم البنات، دائما كنشكركم على التشجيع وعلى المسانده. شكرا كذلك على لي كومونتير اللي كتبتوا ليا. شكرا على البنات اللي دخلوا عندي اليوم جداد، كنشكركم بزاف وكنتمنى تجربوا الوصفه اللي حدث بواحد التفاعل كبير معكم. الوصفة اللي هي عبارة عن مرهم طبيعي ومعطر للجسم في نفس الوقت. كنتمنى البنات وكنأكد عليكم انكم تجربوها، وصفة زوينة بزاف، طبيعية، مكونات جد بسيطة. اما اليوم كاينه مفاجأة كبيرة، حصرية، وصفة جميلة جدا. وكيف ما عودتكم البنات، مكونات كذلك طبيعية. البنات ما نطولش عليكم، هاد الوصفه خاصه بتوحيد لون الوجه، بشره الوجه مع العنق. بزاف البنات عندهم مشكل ديال كيكون واحد الفرق ما بين لون الوجه والعنق، غالبا كيكون الوجه يعني اكثر بياضا والعنق كيكون فيه واحد المشكل ديال واحد درجه الانغلاق، شويه مغلوق كيف ما كنقولوا. هاد الوصفه البنات غادي نستعملوها المده ديال 3 مرات في الاسبوع. ومن بعد غادي ناخذوا الحمام ديالنا البلدي مع التقشير ومع القماش ان شاء الله، ومع حمام بخار اللي غادي نفتحوا فيه المسام، وغادي نستعملوا الوصفه وغادي تدخل مع الاعماق ديال مع المسام ديال البشره ديالنا. غادي تكون واحد النتيجه زوينه، وغادي نحصلوا على لون موحد، ما غيبقاش عندنا البنات هذاك الفرق ما بين اللون ديال العنق مع الوجه، غادي نحصلوا على لون موحد. والبنات ما نطولش عليكم ونخليكم مع مكونات الوصفه اللي كنقول لكم دائما انهم مكونات طبيعيه. المكون الاول اللي هو مكون رئيسي ومهم بالنسبه ليا اللي كيساهم في نجاح هذه الوصفه بشكل كبير، هو البنات الزعفران شعره. الزعفران شعر البنات كناخذوه من مصدر كيف ما كنأكد لكم، مصدر موثوق منه. الناس كي تكون فيهم ثقه كنعرفوهم، كنتقدوا من عندهم دائما وناخذوا من عندهم. راه الوجه ديالنا راه اغلى حاجه، يعني خاصنا نتهلاو فيه ونتاكدوا من المنتوجات اللي كنستعملوا. ناخذوا الزعفران شعره ونرقدوه في الماء ورد ونخليه واحد المده ديال ساعات حتى ساعه ونص حتى كتطلق هذيك الماده اللي فيه. اذا قلنا الزعفران شعره مع الماء الورد كنخليوه واحد ساعات حتى ساعه ونص كيترقد. عندنا البنات الصابون البلدي، الصابون البلدي الخاص بالوجه، ماشي الصابون البلدي العادي اللي كنشريوه هاد العبار. هاد الصابون البلدي اللي كنستعمل انا راه صابون البلدي كنزي، هو راه بيو 100%، الرائحه ديالو راه مزيان، تقدروا تلقاوه في مراكز تجاريه خاصه ببيع مستحضرات التجميل الطبيعيه. وعندنا كذلك هاد المنتوج اللي هو الخزامه الزرقاء، غادي نرقدوه كذلك في الماء الورد ونخليه واحد المده ديال ساعه حتى هو حتى كتلقى ديك الخزامه الماء والماده اللي فيها. الرائحه ديالها البنات جميله جدا. وعندنا المكون الاخير اللي هو دقيق النشا، نشا البنات حتى هو غادي نحتاجو منه المقدار اللي غيخلط لنا الوصفه. خليكم معايا البنات وانا غادي نمزج العناصر وانتم معايا. البنات انا وجدت الخليط، غادي نعاود نذكركم بالمقادير اللي استعملت. المكونات خديت الخزامه الزرقاء وصفيتها، خديت الماء ديالها، كذلك خديت الصابون البلدي اللي قلت لكم خاص بالوجه بتنظيف الوجه اللي هو طبيعي من مكونات طبيعيه، كذلك خديت الزعفران شعره اللي كنت اللي حيدت الزعفران شعره وخديت الماء ديالو. والمكون الاخير اللي هو النشا، قلنا النشا وقلنا ماء الزعفران شعره وصابون البلدي اللي خاص بالوجه، وخدينا الماء ديال الخزامه الزرقاء. سمحوا لي البنات، وها هو الخليط البنات وجدته، كنخدموه مزيان. دائما كنذكركم بان الخلطات سر النجاح ديالها هو اننا نخدموا مزيان المكونات باش تنسجم فيما بعدها. قبل ما نستعملوها البنات غادي ننظفوا الوجه بمكون ماء الورد مع القطن. غادي ننظفوا الوجه مزيان، واحد يعني نقيو مزيان الوجه والعنق ديالنا. من بعد واحد المده ديال 5 دقائق حتى 6 دقائق غادي نقوموا بواحد المساج دائري للبشره ديالنا. غنقوموا بواحد المساج، واحد الحركات دائريه باش البشره باش المسام يتحلوا والبشره تنفعل لينا مع هذه الوصفه
وتقبل هاد المكونات وان شاء الله تعطينا النتيجه اللي احنا بغيناها. بالنسبه للوصفه غادي نكررها 3 مرات في الاسبوع وان شاء الله تلقاو عليها النتيجه اللي بغيتو، ويكون واحد التوحد ما بين لون العنق وما بين بشره الوجه. البنات كنأكد لكم الوصفه جميله جدا، المكونات راكم شفتو معايا مكونات طبيعيه، الاسمنه في متناول الجميع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وما تعكزوش عليها. وشكرا لكم البنات، وشكرا على التشجيع الدائم ليا، وامسيه سعيده، وكنتمنى انكم تكونوا على